ونناشد الجميع بإرسال المستلزمات الطبية الضرورية لهذا القسم الحساس، وإلا سنقع في كارثة كبيرة، لاسيما في حال انقطاع التيار الكهربائي. ستكون هنا في هذه الأقسام المكونة من 55 طفل جميعهم من يعتمد على الكهرباء سنفقد حياتهم خلال 5 دقائق. كما ترون جميع ما في القسم هم أوزان قليلة بحاجة إلى رعاية مكثفة على مدار الساعة، ولكن ما ينقصنا هو الأدوية الرئيسية، ونحن نعمل فقط في 10 أجهزة تنفس صناعي، وهذا إشارة قوية على قرب انهيار هذا القسم.